الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية. الرئيس السيسي يؤكد أن حرب أكتوبر هي نقطة تحول في تاريخ مصر المعاصر ورمز لعزتها. رئيس الوزراء يؤكد تبديل كل التحديات لإنجاز المستشفيات والوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة مشاهدينا الكرام تأتيكم من التلفزيون المصري، فأهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار الجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الفلسطينية بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بهدف إعادة الحيوية لملف عملية السلام من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. هذا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السلام. من جانبه ثمن الرئيس الفلسطيني عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، معبرا عن تقديره لجهود مصر الدؤوبة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية واستمرارا لدور مصر أيضا التاريخي في هذا الصدد وما يتسم به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. هذا وقد أوضح متحدث الرئاسة أنه تم خلال الاتصال التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق الثنائي المكثف خلال الفترة القادمة إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. في ذكرى حرب العزة والشرف والكرامة تحتفل مصر قيادة وشعبا بأعظم انتصاراتها على مر التاريخ وبملحمة وطنية وفداء كتبها يوم 6 أكتوبر عام 1973 وبأحرف من نور ودماء تعانقت مع رمال أرض الفيروز في سيناء. بالفعل كل عام وحضراتكم ومصر بكل خير بحلول الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى التي أحياها الآباء وتوارثها الأجيال لتجعل منها وتد إرادة لا ينكسر وأيضا نفق عبور مستدام نحو مستقبل مشرق. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر عام 1973 كانت نقطة تحول في التاريخ المعاصر ورمزا لشموخ مصر وعزتها. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الندوة التثقيفية 34 للقوات المسلحة بعنوان أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل، قال إن نصر أكتوبر كان ملحمة عسكرية أبهرت العالم ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاعه للإنسانية جمعاء. نحتفل اليوم معا بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد، يوم العزة والكرامة، يوم النصر الذي سيظل خالدا في تاريخ أمتنا، يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاعه للإنسانية جمعاء، ليعكس قوة إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته. وستبقى حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخنا المعاصر ورمزا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها.
كما قدم أيضا السيد الرئيس التحية والتقدير لكل رجال وقادة ورموز العسكرية المصرية والشعب المصري في ذكرى النصر لشجاعتهم ولتضحياتهم. كما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار العبور وقائد النصر العظيم. فتحية تقدير واعتزاز لكل رجال وقادة ورموز العسكرية المصرية في ذكرى النصر لشجاعتهم وتضحياتهم، وتحية لشهداء أبرار قدموا حياتهم فداء للوطن وجادوا بأرواحهم تحت رايته. كما أوجه التحية للشعب المصري الذي كان لصموده ووعيه ولمساندته لقواته المسلحة في أصعب وأدق الأوقات، العامل الحاسم الذي صنع هذا النصر المجيد. وسيظل هذا التلاحم والوعي الشعبي هو الحصن الحقيقي الذي ساهم في صون الدولة المصرية وازدهار حضارتها العريقة منذ فجر التاريخ. وتحية لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات. كما أكد السيد الرئيس أن الحروب التقليدية تحولت اليوم إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قضية مصر الأولى الآن هي قضية الوعي والذي أصبح مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. تمر الأيام وتتعاقب السنوات وتتبدل الأفكار وتتغير أشكال الصراعات، فالحروب التقليدية التي اعتدنا عليها أو اعتدنا خوض غمارها في الماضي تحولت اليوم إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها. وقضية مصر الأولى الآن هي قضية الوعي الذي أصبح مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لنحافظ على وطننا ومقدرات شعبنا باعتباره الأمانة التي ارتضينا أن نحملها. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن فضل الشعب المصري على الجيش لن ينسى على الإطلاق. كما أكد أيضا الرئيس السيسي أن الجيش يساهم الآن بقدر ما أمكن في التنمية. بس أنا بقول للمصريين اللي أنتوا عملتوه لجيشكم جه الدور اللي جيشكم بيرد دلوقتي. جيشكم بيرد ده دلوقتي بعمل غير مسبوق. وأنا لما بقول الكلام ده مش عشان أدي يعني، لا، هو كل البلد الجيش والشرطة والقضاء وكل المؤسسات بتعطي الآن، لكن أنا حبيت أقول إن النقطة ديت نقطة مهمة قوي، لأن إحنا ما تحقق خلال السبع سنوات الماضية كل مؤسسات شاركت فيه، المفروض إن مؤسسة الجيش ملهاش دور غير في الصراع اللي هو مجابهة الإرهاب والإرهابيين وتطهير سيناء، لكن بالإضافة لكده الجيش خد مهمة أخرى إن هو يعني يساهم ما أمكن في التنمية. وأتصور إن إحنا شايفين ده وحاسين بيه كويس. وللمزيد مشاهدينا الكرام من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها طيبة. وحضرتك بالصحة والسلامة. إذن الرئيس السيسي اليوم أكد أن حرب أكتوبر هي نقطة تحول في التاريخ المعاصر وأيضا رمز لشموخ الشعب المصري ولمصر أيضا. كيف استطاعت مصر إذن البناء على هذا الانتصار وبدأت بتنمية شاملة حتى وصلت الآن لإطلاق مشروعات عملاقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هو لازم نعرف في البداية إن حرب أكتوبر دي ما هيش معركة عسكرية وانتهت وخلصت بإن إحنا قدرنا إن إحنا نحرر الأرض ونكسب المعركة فقط، لكن حرب أكتوبر دي في عقل ووجدان الشعب المصري كله، عقل ووجدان الشعب المصري مستمرة 48 سنة.
هي الروح متمثلة في روح أكتوبر. روح أكتوبر دي اللي هي اللي بتدي للشعب المصري كل الطاقة إنه يبذل من أجل أن يجعل بلده في أحسن الحال. إحنا شفنا روح أكتوبر دي ظهرت في 30 يونيو لما الشعب كله صار على التنظيم إرهابي كان يسعى إلى تغيير الهوية المصرية ويسعى إلى تقسيم الدولة المصرية. احنا شفنا الروح اكتوبر دي اللي ابتدت في 2014 لاعادة بناء الدولة المصرية مرة اخرى، ما هو ده امتداد من اكتوبر. وفي تشابه كبير جدا بين حرب اكتوبر وحرب التنمية او معركة التنمية اللي الدولة بتخوضها في الوقت الحالي. احنا شفنا قبل حرب اكتوبر 6 سنين كانت الدولة مفيش اسلحة، مفيش اي معونات من الخارج، لكن الدولة قدرت انها تقف على رجليها وتحارب وتنتصر. ايضا احنا شفنا حاله الانهيار اللي حصلت في الدوله المصريه من 2011 لغايه 2013، وكان زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده انها استلمها شبه دوله. فعلا كانت الدوله المصريه شبه دوله، ما كانش فيه اقتصاد، ما كانش فيه وسائل طاقه، ما كانش فيه كهرباء، لكن قدرنا في 7 سنوات ان نعيد الدوله المصريه، مش نعيدها وبس، نعيد بناها مره اخرى، لا، إن إحنا أصبحنا دولة يتحدث عن تجربتها العالم كله، دولة فيها تنمية شاملة في كافة المجالات. صحيح. المجالات الاقتصادية، مجالات التنمية البشرية، التنمية المستدامة، إنشاء مدن جديدة وشبكات طرق وشبكات مواصلات، إعادة بناء الدولة مرة أخرى. ده كان شيء عظيم جدا في ظل ان احنا كنا جايين من مرحلة كانت صعبة. كل ده روح اكتوبر، روح اللي هي موجودة عند الشعب. نعم. روح التحدي اللي طيب. هو بيتحدي. صحيح. طبعا. أستاذ جميل، يعني الرئيس السيسي أكد أيضا اليوم أن قضية مصر الأولى الآن هي قضية الوعي. كيف استطاعت إذن الدولة المصرية زيادة وعي المصريين بالمخاطر التي كانت وما زالت تحيط بالمنطقة، فضلا أيضا عن التحديات التي تواجه مصر؟ هو طبعا أهم حاجة في الوقت الحالي هي قضية الوعي ومعركة الوعي اللي بتخوضها الدولة المصرية من سنة 2013 ومن قبل 2013 أيضا. صحيح. يعني زي ما قال سيادة الرئيس إن المعارك اللي في الوقت الحالي ما هيش معارك تقليدية. دبابة قدام دبابة وطيارة قدام طيارة. صحيح. لا، ده دلوقتي أكثر تطورا وتعقيدا. بالضبط. وحرب عن بعد، محاولة إثارة الفتنة، محاولة إثارة الشائعات، الاقتتال الداخلي داخل الدول، زي ما احنا شايفين حوالينا الدول اللي حوالينا كلها حاصل فيها ايه. هم كانوا بيسعوا ان يصلوا بمصر الى هذه المرحلة، لكن الحمد لله وعي الشعب المصري وقدر ان هو يقف امام هذا المخطط. نعم بالفعل استطاع الشعب المصري ان يعي ان الحرب لم تعد بالاسلحه الثقيله وانما اصبحت بالاسلحه الذكيه. فهو دلوقتي في الوقت الحالي طبعا محاولات كثيره جدا من الخارج انها تشوه في الدوله، تشكك في كل شيء، تشكك حتى في الانتصارات. نعم. والإنجازات التاريخية، إثارة الفتن وإثارة الشائعات ومحاولة البلبلة في ظل التنمية اللي بتخوضها الدولة المصرية. إذن إحنا أمام معركة، والمعركة دي معركة مستمرة، يعني معركة لن تنتهي. لا. نعم. هي مستمرة باستمرار، معركة الوعي، والوعي ده لازم يتم بثه في الأجيال الجديدة وفي الشباب. نعم. باستمرار عن طريق الأولياء. صحيح أستاذ جميل، يعني جنبا إلى جنب طبعا مع بث روح الانتماء لأجيالنا الجديدة ولأطفالنا وشبابنا. شكرا جزيلا لك الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، كنت معنا في 9. قصص لا تحصى للفداء والتضحية سطرتها ملحمة 6 أكتوبر بإيمان أبنائها وعزيمتهم الصادقة. بالفعل، فحرب 6 أكتوبر هي ثورة حقيقية لمفاهيم الحرب، تجلت فيها عبقرية التنسيق بين جميع أفرع القوات المسلحة. على هذه الأرض، أرض سيناء، تجسدت أعظم قصص الفداء ونماذج الوفاء للوطن، حيث سطرت ملحمة 6 أكتوبر حكاية جيش لا يعرف المستحيل. استراتيجية النصر في حرب 6 أكتوبر كانت ثورة حقيقية
لمفاهيم الحرب، تجلت في عبقرية التنسيق المحكم والدقيق بين القوات الجوية والدفاع الجوي والمشاة والمدرعات. عنصر المفاجأة كان الأهم من خلال توظيف قدرات سلاح الجو إلى جانب استيعاب تكنولوجيا العصر في وقت قياسي. وفي تمام الساعة 2:05 ظهراً بدأت معركة العزة والشرف والكرامة بانطلاق 220 طائرة مصرية في عمق سيناء، حيث استهدفت تمركزات العدو ونقاطه الحصينة شرق القناة. وفي نفس الوقت قام أكثر من 2000 مدفع بإطلاق مختلف الأعيرة على طول الجبهة لقصف مواقع العدو على الجبهة الشرقية لقناة السويس. وتمهيداً لملحمة عبور قناة السويس، كان لسلاح المهندسين دور بارز، حيث قام بتجهيز خنادق لفرق المشاة في الجبهة تكفي 500,000 مقاتل، وبلغت أطوال تلك الخنادق 1000 كيلومتر. وبالتزامن مع القصف المدفعي وتحت الغطاء الجوي، قامت قوات الجيش الثاني والثالث الميداني بتنفيذ ملحمة العبور، حيث تمكنت باستخدام خراطيم المياه من هدم 1500 متر مكعب من الرمال، مما أسفر عن حدوث 81 ثغرة في الخط. بعدها قامت قوات الجيش الثاني والثالث بالعبور إلى الضفة الشرقية على دفعات متتالية وبواسطة أنواع مختلفة من الزوارق المطاطية. كما نجح سلاح المهندسين بعمل أول كوبري ثقيل، وقاموا بعمل 60 ممراً بالساتر الترابي على طول الجبهة وإنشاء 8 كباري ثقيلة و4 كباري خفيفة، إلى جانب تشغيل 30 معدية. وفي زمن قياسي سقطت كل النقاط الحصينة للعدو، وسقط معها خط بارليف، ليتم بعدها رفع العلم المصري على شرق القناة. ومع استمرار العبور واصلت قوات الدفاع الجوي مهمتها في تأمين عبور قوات المشاة والمدرعات بعد أن كبدوا قوات العدو خسائر فادحة. هكذا عبرت القوات المسلحة قناة السويس خلال أعظم حروب القرن العشرين، لتؤكد قدرتها على تجاوز العقبات بعد أن حققت معجزة سطرها أبناء الجيش بدمائهم وسردها التاريخ بأحرف من نور. عبرت قواتنا بعمل بطولي عسكري فذ حقيقة شهد به الكل، عبرت القناة أخطر مانع مائي في التاريخ واجتاحت خط بارليف. وفي إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي 14 للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2021. وتستمر فعاليات المعرض حتى 7 من الشهر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر الذي يضم العديد من الأجنحة والمعروضات التي تناولت مراحل حرب أكتوبر المجيدة ودور القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة في المجالات كافة. حرصاً من القوات المسلحة على إثراء الوعي الثقافي والفكري لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية والعربية على مر العصور، نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي 14 للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2021، والذي تستمر فعالياته في الفترة من 4 وحتى 7 من أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وشمل المعرض جناحا للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التي تناولت حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.
كما ضم المعرض جناحاً للأنشطة الفنية، ضم عدداً من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكتات، والتي جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم في أكتوبر 73، وذلك تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصاب الحرب. واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر 73 من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات، كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتي تقدم للزوار بأسعار مخفضة. واشتمل معرض ذاكرة أكتوبر 2021 على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة. حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والثقافة والإعلام وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وعدد من طلبة المدارس والجامعات. هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 448 لعام 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 3886 نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط العفو، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ أطر السياسة العقابية الحديثة. الإفراج بالعفو عن السجناء أحد أهم أساليب السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية، فهي تفتح أمامهم الفرص للبداية من جديد، لذا تعد المناسبات القومية والدينية فرصة للإفراج بالعفو عن السجناء. فبمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وتنفيذا للقرار الجمهوري رقم 448 لعام 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم احتفالا بهذه المناسبة ممن استوفوا شروط العفو، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3886 نزيلا. عايز اقول لحضرتك ان احنا مش مصدقين ان احنا ممكن نفرق في يوم زي دوت، والمفروض ان المده بتاعتنا بتخلص في شهر 1/2023. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المفاجاه اللي عملها لنا النهارده، ان هو عفو عننا ورجعنا في وسط عيالنا وفي وسط حبايبنا، وان المعامله كانت في السجن معانا كانت كويسه جدا، علمونا ان احنا نشتغل شغل يدوي. ارتسمت الفرحه على وجوه المفرج عنهم بعد ان شملهم قرار العفو الرئاسي، ونظم لهم القطاع احتفالية بهذه المناسبة. فهذا العدد جاء بعد قيام اللجان المشكلة بالقطاع بفحص ملفات المحكوم عليهم لمعرفة من تنطبق عليهم شروط الإفراج، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن هؤلاء. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو ادينا فرصة جديدة إن احنا نعيش حياة كويسة ونخرج لأولادنا بالسلامة، وإدارة السجن بتاعتنا كانت كويسة معانا، وتعلمنا هوايات وتعلمنا نعمل عرايس ونعيش على أيدينا، نعيش ان احنا نقدر نشتغل ونكمل حياتنا بره. كنت داخل مش عارف اقرا ولا اكتب، وتعلمت القرايه والكتابه وخدت شهاده نحو اميه. خلال مدد متباينه قضاها هؤلاء النزلاء تنفيذا للعقوبه، تم تاهيلهم واصلاحهم وفقا لاسس عقابيه حديثه، اضافه الى تقديم افضل سبل الرعايه الاجتماعيه والصحيه والتعليميه والمعيشيه لهم، ما يؤهلهم للانخراط بسهوله في المجتمع بعد الافراج عنهم، مسلحين بما اكتسبوه من مهارات حرفية وتعليمية أثناء فترة العقوبة.
اللي معاه صنعه يشتغل بيها، اللي معهوش مثلا يعلمه برضه اللي هو يخرج يعرف يشيل مسؤوليه ويشتغل ويفتح بيته. وتعلمنا كتير من المكان ده، حاجات حلوه كتير احنا ما كناش نعرفها. تعلمت حاجات في السجن كتير، اقعد على المكنه واخيط، وباذن الله لما اخرج باذن الله افتح مشغل. انا والده داخل السجن، المستشفى رعاية كويسة جدا والدكاترة كويسين، اكيد لو كنا برا ما كناش هنولد الولادة دي. وبنتي في اي وقت بتتعب بنزلها المستشفى. هكذا اتاح الافراج بالعفو الرئاسي لكل هؤلاء الفرصة لحياة جديدة لا مجال فيها للخروج عن القانون مرة اخرى. فنظم الاصلاح والتأهيل والرعاية التي يتبعها قطاع الحماية المجتمعية شكلت هؤلاء من جديد واعطتهم القدرة على الاندماج في المجتمع. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الحكومة تعمل باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة، كما وجه أيضا بتقديم كافة أوجه الدعم لمجموعة لوريال العالمية للاستثمار للتوسع في أنشطتها في مصر خلال الفترة القادمة وتذليل أي معوقات قد تواجهها. وقد جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع فيمسي شارما نائب رئيس شركة لوريال لمناطق جنوب أسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبونوا جوليا رئيس مجلس إدارة لوريال مصر. وخلال اللقاء أوضح رئيس مجلس إدارة لوريال مصر أن المجموعة قررت عام 2010 قررت إنشاء أول مصنع لها في المنطقة ليكون مركزا إقليميا، والذي بدأ نشاطه في عام 2013 باستثمارات بلغت 50 مليون يورو. كما أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بعلاقات الصداقة الممتدة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، موجها الشكر للسفير الأمريكي على هدية اللقاحات من فايزر وموديرنا والتي أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى مصر. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بعميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد بحضور وزيرة الصحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة جوناثان كوهن. وخلال اللقاء أعرب مدبولي عن تطلعه لأن تشهد الفترة القادمة الاتفاق على تصنيع أحد اللقاحات الأمريكية في مصر للاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمصانع شركة فاكسيرا في 6 أكتوبر. من جانبه أكد عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد أن هارفارد حريصة ليس فقط على استمرار برامج التدبير الحالية، وإنما أيضا على تطوير وإضافة برامج جديدة لتصبح مصر مركزا للتعليم الطبي المتطور. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول أهم الجهود والأعمال التي بذلتها كل من اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية خلال الربع الثالث من العام الحالي. أشار التقرير إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية استجابت خلال تلك الفترة لنحو 2030 استغاثة تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة والصحف المحلية، إلى جانب ما ورد من حالات بالقوافل الطبية والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 7229 حالة. كما نوهت لجنة الاستغاثات الطبية إلى أن الاستجابات اشتملت كذلك على صدور 496 قرار علاج على نفقة الدولة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية إنجاز المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أشار كذلك رئيس مجلس الوزراء إلى عقد اجتماعات دورية مع الوزارات والجهات المعنية لبحث وتذليل أي تحديات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة تطوير القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية. من جانبها أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد اتخاذ الوزارة لخطوات جادة فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، وأشارت إلى استيراد أكثر من 2500 سيارة إسعاف وعيادات متنقلة لخدمة قرى حياة كريمة. كما أشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار إلى أن إجمالي المشروعات المخطط تنفيذها بواسطة الهيئة في قطاع الصحة يبلغ 763 مشروعا.
كما عقد أيضا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الكهرباء ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إيهاب الفار. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، قال إن الاجتماع تضمن الإشارة إلى أنه تم تنفيذ المعاينات الميدانية لتحديد أماكن العمل وتدقيق المقايسات بالتنسيق مع شركات الكهرباء، إلى جانب الانتهاء من مقايسات الأعمال لجميع القرى المستهدفة، مضيفا أنه يتم حاليا تنفيذ الأعمال المدنية. تتواصل جهود الدولة بجميع أجهزتها لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي هذا الإطار استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس موقف توفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. من جانبه أكد وزير الإسكان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة، وذلك من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي. كما أكد أيضا الفريق التراس على أهمية تضافر جميع الجهود لتشجيع المنتج المحلي والاعتماد عليه بصفة أساسية في جميع المشروعات التنموية بالدولة. تواصل القوافل الطبية الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عملها في مختلف محافظات الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي وعلاج المواطنين وبالمجان. وفي محافظة سيوط استقبلت القوافل الطبية في قرية كوم أبو شيل أكثر من 1000 مواطن لتوقيع الكشف الطبي في اليوم الواحد. وتقدم القوافل الطبية خدماتها لمواطني القرى البعيدة والأكثر احتياجا، مع تحويل الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي إلى المستشفيات الحكومية. كريمة أفادت ناس كثيرة خالص، احنا بنكشف على الأقل 1000 واحد في اليوم، فالمواطن بيستفاد من كل الجهات من كل ناحية، يعني بيستفاد ان في دكتور استشاري كبير بيشخص له الحالة، مش امتياز ولا نايب، بيشخص له الحالة وبيدله ان يعمل ايه، دي هياخد علاج، لا دي هيعمل عملية، بعمل فحوصات اللي هو محتاجها وبتوجهيه لأقرب مستشفى يعمل فيها العملية بتاعته. تخيلي لما 1000 مريض انت بتروحي لغايه عندهم بيستفادوا ولا مش بيستفادوا؟ اكيد طبعا، بدل ما بيركبوا مواصلات ويروحوا العاصمه او يروحوا المدينه او يروحوا اقرب مدينه ليه. احنا هنا دورنا ان احنا بنصرف العلاج للمريض بعد مراجعه الادويه اللي موجوده معاه في التذكره من قبل الطبيب، بنشوف الادويه متوافقه مع بعضها او متوافقه مع الحاله ولا لا، وبنشوف التعارضات بتاعتها والتحاليل المطلوبه ليها هل اتاخدت ولا لا، وبنفهم المريض قبل ما ياخد العلاج هو هياخده ازاي والطريقه اللي هيتعامل بيها مع العلاج ايه، الأعراض الجانبية اللي ممكن هتظهر معاه مع الأدوية علشان ما يوقفهاش من تلقاء نفسه قبل ما يرجع للطبيب إيه ويضر نفسه بيها. نظمت بمحافظة البحر الأحمر قافلة طبية للكشف على المواطنين بقرية أبرق بالشلاتين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي ومدن وقرى محافظة البحر الأحمر، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 69 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان. التاسعة مستمرة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. قيادة العمليات المشتركة العراقية تؤكد جاهزيتها لتأمين الانتخابات وحماية المراقبين. أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن خالص تعازي مصر وصادق مواساتها للجمهورية التونسية الشقيقة حكومة وشعبا وللقوات المسلحة التونسية أيضا ولذوي ضحايا المروحية العسكرية التي سقطت مساء الثلاثاء بولاية قابس، مما أسفر عن وفاة 3 عسكريين من الأشقاء التونسيين كانوا على متنها، داعية الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته.
عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس التونسي قيس سعيد الرامية لبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد. كما عبر الرئيس السيسي عن استعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي الشقيق في ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع الرئيس التونسي قيس سعيد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تقدم بالتعازي للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق في وفاة 3 عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية أثناء تنفيذ تدريب بولاية قابس. من جانبه تقدم الرئيس التونسي بالشكر إلى اللفتة الكريمة للرئيس السيسي مؤكدا اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص بلادي على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية في ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وذلك على الصعيد الداخلي في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية. أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، فضلا عن بحث الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. كما شهد الاتصال أيضا تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار السيادي إلى هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في نهاية العام الجاري، التزاما بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق، بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة. وإلى العراق، حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية جاهزية القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية وحماية المراقبين الدوليين. وقد أوضحت قيادة العمليات العراقية أنه تم نشر وتوزيع القطاعات الأمنية في مراكز الاقتراع والمباشرة بالأطواق الأمنية وإغلاق المراكز الانتخابية ومنع أي شخص من الدخول إليها إلا يومي الانتخاب الخاص والعام. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل المراقبين الدوليين وتوفير حماية لهم للوصول إلى مراكز الاقتراع. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية مقتل 3 إرهابيين بمنطقة حمام العلي الجنوبية شرقي الموصل. أوضح البيان أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت قوة من فرقة المشاة من قتل الإرهابيين بعد رصد تحركاتهم من خلال الكاميرات الحرارية في منطقة حمام العلي، وتواصل القوة العسكرية البحث والتفتيش عن العناصر الأخرى. حذرت المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كريكوف من أن العالم لم يتخطى بعد مرحلة الخطر في التصدي لجائحة كورونا، على الرغم من اعتقاد الكثيرين بأن الأمر شارف على الانتهاء. أوضحت كريكوف أن 3.1 ملايين إصابة جديدة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بها، و 54,000 وفاة إضافية، مشيرا إلى أن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير بسبب تباطؤ عمليات التلقيح. That this is prolonging the pandemic. We have tools. We have enough vaccine around the world. If we had used the vaccine doses that were available differently. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 235 مليونا و 837 ألف و 748 حالة.
وقد أوضحت الجامعة الأمريكية أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 4,817,369 حالة. وفي هذا الإطار ما زالت تسجل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، يليها بعد ذلك الهند ثم البرازيل. عقد مجلس الشيوخ جلسة عامة جديدة تم خلالها الإعلان عن قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية بالمجلس وانتخاب أعضاء ووكلاء وأمناء السر اللجان النوعية. يأتي عقد الجلسة تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر، حيث أكد رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والأعضاء ما جسده أبطال القوات المسلحة من أسمى معاني التضحية والفداء، محققين نصر أكتوبر المجيد ونصر لا يزال يذكره التاريخ. جلسة عامة جديدة عقدها مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني برئاسة وكيل المجلس بهاء الدين أبو شقة، افتتحت بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات. في مستهل الجلسة أعلن وكيل مجلس الشيوخ تلقي هيئة مكتب المجلس اختارا من بعض الأحزاب بأسماء رؤساء الهيئات البرلمانية. قد أخطأني السيد رئيس حزب الشعب الجمهوري بأن الحزب قد اختار السيد النائب حازم محمد سليمان عمر ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، والسيد النائب باهر محمد أمين غازي نائبا له. كما اختارني السيد رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بأن الحزب قد اختار السيد النائب السيد عبد العال مصطفى كامل ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، والسيد النائب أحمد شعبان حسين السيد نائبا له. واختار السيد رئيس حزب المؤتمر بأن الحزب قد اختار السيد النائب عمر المختار صنيضة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، والسيد النائب طارق رسلان نائبا له. وأخيرا لقد أختار السيد رئيس حزب الإصلاح والتنمية بأن الحزب قد اختار النائبة الدكتورة سلوى إبراهيم علي الحداد ممثلة للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، والسيد النائب سامح محمد أنور السادات نائبا لها. وخلال الجلسة تم الإعلان عن قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا لرغبات الأعضاء، ليعلن بعدها وكيل المجلس الموافقة عليها طبقا لما انتهى إليه رأي مكتب المجلس. إذن الموافق على قوائم ترشيحات عضوية اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية طبقا لما انتهى إليه رأي مكتب المجلس، والتي سوف تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان بمقتضاها، فليتفضل برفع يده. موافقة. وفي نهاية الجلسة دعا وكيل المجلس أعضاء كل لجنة للاجتماع لانتخاب رئيس اللجنة والوكيل وأمين سر، وتم رفع الجلسة لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية. بعد استراحة استأنف المجلس جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتم الإعلان عن قوائم اللجان النوعية بعد انتهاء الانتخابات. وقدم رئيس المجلس التهنئة للنواب الفائزين بمناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وتزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، أعرب رئيس المجلس عن فخره واعتزازه بمشاركته في حرب أكتوبر المجيدة وانتمائه للقوات المسلحة آنذاك. شاهدت الأقدار وشرفت بأني كنت في مثل هذا اليوم جنديا في القوات المسلحة في حرب 73، وكان لي شرف أن أنتمي للقوات المسلحة في هذه الفترة، وأعلم مدى الفخار ومدى السعادة التي يشعر بها كل من كان له حظ وشرف بانتماء القوات المسلحة، خاصة في هذه الفترة التي تعني لمصر الكثير والكثير، والتي نأمل جميعا في أن تسود حقيقة روح أكتوبر العظيم في كل أو تسري في كل عروق الحياة المصرية لما لها من سحر خاص. أنا أعتقد أنه إذا استحضرنا هذه الروح سيكون لنا بإذن الله أزيد وأزيد جولات إلى أعلى إن شاء الله. وفي النهاية أتوجه باسمكم جميعا بخالص الشكر والتقدير والعرفان للقوات المسلحة. كما ألقى عدد من النواب خلال الجلسة كلمات فخر واعتزاز بالقوات المسلحة على ما حققته من نصر مبين. وإنه من حسن الطالع أن نستفتح جلساتنا ونحن في رحاب يوم يتيه على الزمان، يوم استعادت فيه مصر أرضها وسماءها وكرامتها، يوم 6 أكتوبر، بفضل سواعد الرجال من أبطال القوات المسلحة المظفرة. حقا وصدقا إنكم خير أجناد الأرض، كل عام وأنتم ومصر بكم وبرجال أمنها الأشداء في عزة وفخار وفي أمن وأمان. باسم حزب مستقبل وطن بنرسل تهنئة خالصة للشعب المصري والجيش المصري على انتصار أكتوبر اللي هيفضل في ذاكرتنا للأجيال القادمة، وهو انتصار أرجع لمصر كرامتها. كان يوم 6 أكتوبر 1973 يوما مشهودا مسجلا بأحرف من نور في ذمة التاريخ، ليس بالنسبة للمصريين فحسب، وإنما بالنسبة للأمة العربية بأسرها. أودي التحية والتقدير إلى روح الرئيس محمد أنور السادات. هذا الرجل هو الذي أعطى وأرجع لمصر كرامتها وعزتها، ويعني الرجل اللي زي ما يقولوا استعمل الكثير والكثير والكثير، ثم مرة واحدة أطلق القنبلة وأعاد لمصر ولجيش مصر عزتها وكرامتها. وخلال كلمة ممثل الحكومة في الجلسة، وجه وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد الشكر والتقدير للمجلس وأعضائه الذين أسهموا في تدشين بناء مؤسسي تشريعي متكامل. شهدنا منذ عام مضى بعث مؤسسة تشريعية عريقة ذات تاريخ تليد ومواقف وطنية مشهودة بثوب جديد وبمهام من أوسع واختصاصات أعمق، ليستكمل هذا المجلس ما شرع فيه بدور انعقاده الأول من تدشين لبناء مؤسسي تشريعي متكامل الأركان، أسهم ويسهم في خروج تشريعات الدولة المصرية
بما يليق بقدرها وتاريخها ومكانتها، إيماناً بأن مصر دائماً وأبداً ما تشرع لها ولغيرها بحزبانها قبلة الدول العربية في شتى فروع القانون. وفي نهاية الجلسة وجه رئيس المجلس الشكر للحكومة على دورها وتعاونها المثمر مع النواب بما يدفع العمل البرلماني نحو مزيد من التقدم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا. وفي هذا الإطار أوضح المركز الإعلامي أن الحضور بالمدارس سوف يكون نظاميا وبحضور كامل للطلاب بالمدارس على مدار العام الدراسي، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مع استمرار العمل أيضا على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة. وأما الآن مشاهدينا الكرام فنتحول إلى أخبار المال والأعمال. تصحبنا في هذه الجولة زميلة ميرفت المليجي. مساء الخير ميرفت. مساء الخير مصطفى. مساء الخير أميمة. أهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الطرح الأول لعدد 17 تجمعاً تنموياً سكنياً وزراعياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بعدد 1114 فرصة، وتشمل الفرصة منزلاً بمساحة 200 متر مربع وخمسة أفدنة زراعية كاملة المرافق بنظام التملك، وذلك وفقاً لإحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة شيناء. عقدت مناقشات المائدة المستديرة التي تنظمها وزارة التعاون الدولي حول أدوات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة وفرص تمويل المشاريع، التركيز على إفريقيا، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير المالية محمد معيط وجاي كولينز نائب رئيس سيتي بانك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتناولت مناقشة المائدة المستديرة الأولى الجمع بين الخبراء الذين يمثلون الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص لمناقشة نهج مشترك بشأن الأدوات البديلة لأدوات التمويل المستدام، بينما ناقشت المائدة المستديرة الثانية المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة البديلة والتي تدعم ESG التمويل المستدام للقطاع الخاص في أفريقيا، وكذلك دور مصر الريادي في القارة الأفريقية. كانت الحقيقة جلسة نقاشية هامة جدا، ومنها هيبقى فيه تفعيل لخطوات قادمة، وده كله لتعزيز ما يعني أصدر عن منتدى التعاون الدولي، لأن كان في تركيز كبير جدا. احنا 8 سنوات من 2030، فكل دولة يعني بتنظر إلى أهداف التنمية المستدامة بشكل جد جدا، مصر نفس الحكاية، فإزاي نقدر نمول ده بأدوات مبتكرة. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لأميمة مصطفى. إليكم شكرا لك ميرفت.
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي في الذكرى 48 لنصر أكتوبر العظيم بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة والتي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها وأثبتت في ذلك النصر قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه. كما قدم أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه تحية للشهداء الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وبعزيمة الرجال. والآن مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضرتكم لجولة الأخبار والكرة والملعب في نشرة التاسعة. وعودة مرة أخرى إلى ميرفت المليجي، إليك ميرفت. شكرا أميمة ومصطفى وأهلا بكم مشاهدينا مجددا مع أخبار الرياضة. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لخوض اللقاء الليبي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. وإلى أمريكا الجنوبية حيث يحل المنتخب البرازيلي ضيفا على نظيره الفنزويلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات القارة اللاتينية للمونديال. ويحتل منتخب السامبا صدارة جدول التصفيات برصيد 24 نقطة جمعها بعد تحقيق الفوز والعلامة الكاملة في الجولات الثمانية السابقة، فيما يحل المنتخب الفنزويلي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط. وضمن منافسات الجولة نفسها يلاقي المنتخب الأرجنتيني منتخب باراغواي التانجو الأرجنتيني يحتل وصفة جدول الترتيب في رصيده 18 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3. أما منتخب باراغواي فيحل في المركز السادس وفي جعبته 11 نقطة. تواصلت اليوم منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد واستهل الزمالك مشاركته بالخسارة بصعوبة أمام حامل اللقب برشلونة بواقع 36 هدفا مقابل 32 وذلك في إطار مباريات الدور ربع النهائية. وقدم الفارس الأبيض أداء رائعا لكنه لم يكن كافيا للتغلب على حامل لقب البطولة وبطل أوروبا ليخسر اللقاء بفارق 4 أهداف. نهاية أخبار الرياضة وعودة لأميمة ومصطفى. شكرا. أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل للكيمياء لعام 2021 إلى بنجامين ليست وديفيد دبليو ماكميلان لتطوير التحفيز العضوي غير المتماثل. طور كل من العالمين أداة جديدة ومبتكرة لبناء الجزيئات والتحفيز العضوي وتشمل استخداماتها في البحث والمستحضرات الصيدلانية الجديدة. وديفيد ماكميلان هو كيميائي مولود في اسكتلندا وأستاذ جامعي متميز للكيمياء في جامعة برناستون البريطانية. أما بنيامين فهو مدرس في معهد سيكريبس للأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية وعمل على الأجسام المضادة المحفزة. وأما الآن مشاهدينا الكرام فهذا موعدنا مع أخبار الطقس. أخبار الطقس والأحوال الجوية ودرجات الحرارة مرة أخرى مع ميرفت المليجي، إليك ميرفت. شكرا مصطفى وأميمة وأهلا بكم مشاهدينا مجددا مع أخبار الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على باقي الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في محافظات ومدن الجمهورية: في القاهرة العظمى 30 والصغرى 20، الإسكندرية 27 22، مطروح 26 22، بورسعيد 28 23، إسماعيلية 30 20، السويس العظمى ستكون 30 والصغرى 21، العريش 27 21، طابة 29 22، شرم الشيخ 32 25، الغردقة 32 25، الأقصر العظمى 33 والصغرى 23، أسوان 35 22، الوادي الجديد 33 20، وشلاتين 33 23، وأخيرا حلايب 30-23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. ولأن مشاهدينا أترك حضراتكم مع لقطة اليوم. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة، ولم يتبقى سوى أن نذكر حضراتكم بأهم العناوين. الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية. الرئيس السيسي يؤكد أن حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخ مصر المعاصر ورمز عزتها. ورئيس الوزراء يؤكد تذليل كافة التحديات لإنجاز المستشفيات والوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نشرة التاسعة انتهت، ولكن برنامج التاسعة يبدأ مع دينا عبد الكريم. مساء الخير يا دينا. مساء النور أميمة، مساء النور مصطفى، وكل سنة وانتم بألف خير. مساء الخير يا دينا، وكل سنة وانتم طيبة، وكل سنة والشعب المصري بخير. النهارده طبعا يعني الاحداث كتيره، ودايما فيها فرحه، ودايما فيها انتصارات وتذكر للعزه والكرامه.
معركة العزة والكرامة والشرف اللي بيها استردت مصر كامل ترابها وأرضها في أكتوبر 73. طبعا الكلام كتير ويطول شرحه عن هذا الموضوع، لكن السيد الرئيس النهاردة خلال الندوة لفت لي غير المعركة الرئيسية المعركة التقليدية، إن في معركة أهم هي معركة البناء وقبليها معركة الوعي. إزاي قدرتي تشوفي معركة الوعي دلوقتي وسيادة الرئيس بيتكلم عنها والحضور الكريم داخل الندوة التثقيفية؟ إيه السؤال الحلو وصعب جدا. أنت الأدنى تفضل. لكن خليني أقول لك إنه الندوة النهاردة كانت مبهجة في ثلاث حاجات كبار لفتوا نظري النهاردة على مدار اليوم. اولا بدايه من كلام سياده الرئيس والحوار الاشهر اللي بقى النهارده هو الحوار الاشهر ما بين سياده الرئيس واللواء سمير فرج، والعرفان والقدر ده من الرقي اللي اتنقل لكل المصريين. لكن كمان النهارده كان في حاله من الاحتفال، يمكن ما اعرفش انتوا بتتفقوا معايا ولا لا، السنه دي الاعلام اللي بيقود الوعي من أكتر السنين اللي احنا بنحتفل بأكتوبر بشكل يليق بحجم أكتوبر. فيمكن دي أول إجابة على سؤالك، إنه معركة الوعي الإعلام السنة دي بيقول إحنا جاهزين للمعركة دي وإحنا قدها. النهاردة كان كل حاجة بتقول لنا إنه إحنا في طريق البناء، لأنه تكلمنا عن إخفاقات ما قبل أكتوبر وعن الهزيمة وإحنا مرفوع الرأس، وده في حد ذاته تحدي كبير. وتكلمنا عن تحديات ما بعد أكتوبر وإحنا بنقدم نجاحات حقيقية على الأرض، فدي كمان رسالة حلوة. النهاردة كان كل الرسائل مبهجة. وخليني أخيرا بقى أتحيز وأقولك زميلتنا ريهام الديب كانت جميلة الصبح النهاردة فريق القناة الأولى. فكانت حقيقي. جميلة ومتألقة، وده كان يومنا الحلو. ده حقيقي كانت مشرفة جدا. وطبعا يعني القناة الأولى في ثوبها الجديد بتحرص بالفعل أنها هي تقدم احتفالية مختلفة في هذا العام عن كل عام. والحقيقة أنه برضو بالرجوع لموضوع معركة الوعي وحديث مصطفى وحديثك عن معركة الوعي، بنقول أنه دور الإعلام ودور الإعلام في هذا الإطار مهم جدا برضو علشان الشباب الصغير والأطفال والأجيال اللي ما حضرتش، زي برضو ما أشار سيادة الرئيس النهاردة في الاحتفالية، أنه هم يتعرفوا على تاريخ بلدهم المشرف، يشوفوا أنه كان في نماذج وقدوة كبيرة جدا ليهم في تاريخ مشرف جدا للبلد. محتاجين مش بس وعي، إحنا محتاجين كمان انتماء. صح. محتاجين جدا. الشباب الصغير والأطفال يشعروا بالانتماء لهذا الوطن. فالحقيقة الاحتفالية دي أنا كمواطنة مصرية مش كإعلامية أنا سعيدة بيها جدا، أن أنا حاسة أنها بتوجه رسائل بشكل مباشر وغير مباشر أيضا للشعب المصري وللخارج أيضا وللشباب المصري. خليني كمان أقول لك دينا، النهاردة القضية الفلسطينية لم تغب عن العقل المصري، وده كان في الطفلة الفلسطينية أو الشابة الفلسطينية اللي كانت تتكلم النهاردة عن أنه القضية يجب أن يعود ملف القضية الفلسطينية مرة أخرى للواجهة. يمكن طبعا قضايا كتير وجميلة وملحة. خلينا ننضم طبعا لقائمة المشاهدين ونتابعك ونشوف فقراتك في التاسعة. أنا بشكرك مرة تانية مصطفى، بشكرك أميمة على الموضوعات اللي فتحتوها كمان دلوقتي، وإن شاء الله تكون ليها إجابات على مدار الحلقة النهاردة. الحلقة النهاردة هي ختام ليوم طويل من الاحتفالات. بشكر حضراتكم، بشكر فريق نشرة التاسعة وفريق القناة الأولى اللي كان النهاردة مع حضراتكم من 7 صباحا ولحد النهاردة. إحنا تقريبا آخر فقرة في اليوم، لكن إحنا كمان شايلين لحضراتكم على مدار الحلقة النهاردة لقاءات من مجد. متابعة الإعلامية دينا عبد الكريم في حلقة التاسعة المتميزة والخاصة جدا اليوم 6 أكتوبر النهاردة واحتفالنا بيه. أشكرك يا أميمة، أشكركم وكل فريق نشرة التاسعة. نبدأ حالا فقرات برنامج التاسعة.